لو حابين نعرف من حضرتك اكتر عشان نوضح للساده المشاهدين كلمه المشبعه دي فيما يتعلق بالدهون الحيوانيه والنباتيه، ايه الاكثر امانا وصحه وسلامه لنظامنا الغذائي سواء كان مصدر الدهون دي دهون حيوانيه او نباتيه؟ ان انا بستخدم كميات قليله سواء من مصدر حيواني او من مصدر نباتي، ولو استخدمت من مصدر نباتي بيبقى احسن حاجه عندي اللي هو زيت الزيتون. وعندي بستعمله اللي هو البكر اللي على البارد كده بيبقى حلو. ده بيفيد انه بيقلل لي الكوليسترول وبيقلل لي الايه، بيحسن مستويات الدهون في الدم. كمان بيساعد الجسم ان هو يتخلص من الايه الكوليسترول الزائد عن طريق انه بيرفع نسبه اللي هو الناقلات اللي هي بتبقى مفيده للايه، بتنقل الدهون الكوليسترول من الخلايا للكبد، بتساعد الكبد ان هو يتخلص من ايه الدهون دي. عندنا برضو بذرة الكتان، ده بيبقى من الزيوت الكويسة اللي هو الزيت الحار. زيت الزيتون بقى نسبة الأوميجا 6 للأوميجا 3 اللي هم من الحاجات اللي احنا بنحتاجهم جسمنا بيحتاجهم نسبة مثالية، فعشان كده بنقول زيت الزيتون من احسن الزيوت الايه الكويسة. بس في اعتقاد دايما ان زيت الزيتون ما بيستخدمش في الطهي، يعني بيستخدم هو طبعا طريقه الطهي لاي زيت ممكن بتكون الدهون المتحوله. يعني دي مشكله الزيوت، الزيوت ان احنا لما التكرير بتاع الزيوت وطريقه الطهي ممكن تحصل دهون متحوله اللي هي مش مفروض تكون في ايه في الاكل، ودي بيبقى ليها علاقه كبيره قوي بامراض القلب وصحه الجسم. يعني فعشان كده احنا من يعني بنستعمل دهون بكميات معينه على حسب التوصيات بتاعه منظمه الصحه العالميه، انها بتبقى 30% من السعرات الكليه، والدهون المشبعه تبقى 10% بالنسبه للي عندهم قلب وامراض في التصلب الشرايين وكده، بتبقى نسبه الدهون المشبعه كمان بنقل تبقى اقل من 7%. وبنستخدم طبعا كل ما اعتمدنا على المصادر النباتيه. لو حسبناها، لو حد بيتفرج علينا وعايز ياخد من كلام حضرتك 30% ده اجمالي السعرات و10% اللي هي تبقى مشبعه بس، طب احسبها ازاي؟ اترجم الكلام ده كميه الدهون يعني بتبقى ايه اللي احنا بنتناولها، بتبقى عايز كميه قد ايه؟ حصتين في اليوم، 2 لـ3 في اليوم، الحصه بتبقى المعلقه الصغيره. معلقه صغيره؟ فبتبقى دي كميه المعلقه ابدا. معلقه صغيره من الايه يا دكتوره؟ من الزيوت، يعني لو انت هنستعمل الزيوت او الدهون فبتبقى كميه احنا صغيره. احنا بندوق المعلقه يعني حتى هي مرسومه في الهرم الغذائي بيبقى خط كده اصفر رفيع على اساس ان كميه الدهون في الاكل تبقى قليله، عشان كده لما بنقول نعتمد على المصادر النباتيه. ايوه. فده بيدينا بيبقى بيدي يعني الدهون الصحيه، بس يعني ايه الحاجات اللي هي الطازجه الفريش، مش يعني ما يعني زيت الذره لما بنستخدمه في الطهي وكده ممكن يتكون اللي هو الدهون المتحوله. صحيح. فدي اللي هي بتضر بالصحه. فطريقه الطهي وكميه الزيوت اللي احنا بنستخدمها ونوعيه الزيت اللي بنستخدمه ده من الحاجات الايه المهمه اللي احنا لازم ناخد بالنا منها.